لسه كلامنا ما خلصش مع النجم محمود حميده اللي ليه وجهه نظر خاصه في مفهوم السينما. حميده كمان كان ليه موقف مهم مع المخرج الراحل محمد خان، الموقف ده فضلت تفاصيله وعايشه معاه لحد دلوقتي. خلينا نشوف قال لنا ايه عنه. أكتر من 80 شخصية أداها محمود حميدة خلال مشواره الفني، وصعب إنك تلاقي شخصية شبه التانية، فكل واحدة فيهم بتحمل بصمة جديدة لمحمود حميدة. طلعت لنا منين؟ أنا ما بحبش أتكلم فيما يخص الشخصيات اللي أنا لعبتها لأنه مش من حقي، لأنها طرحت خلاص للسادة الجمهور والسيد الجمهور وهو اللي بيقرر بشأنها. يعني إن استحسن زي سيادتك كده فعلى راسي من فوق، وإن لم يستحسن على راسي برضه من فوق. للسينما عند حميدة مفهوم خاص ربما يتعارض مع مفهوم بعض الفنانين. الدار دي عشان تتعلموا تكبروا تقدروا تعيشوا في الحياة. السينما كلها خيال، حتى أنني أعترض على مصطلح أو عبارة السينما الواقعية. احنا في العربية بنسميها إيه؟ الخيالة، فهي كلها خيال. إذا أسقطناها على الواقع بقى ده موضوع السيد المتفرج، إنها مش موضوع صانع القطع. وده كان رد محمود حميدة على سؤال المخرج الراحل محمد خان عن سر استمتاع الفنانين بالتمثيل. الممثل هو الشخص الوحيد لأداته وذاته حاجة واحدة، فلما بشكل بيها ما ينفعش تصريح، إما تشكل مظبوط من الأول عشان تبقى عارف أنت بتعمل إيه أو خلاص يعني مش هتبقى فارق. كلنا بنغلط، يعني كلنا نغلط في التشكيل، ما أشكل شخصية وأرسمها ممكن أغلط فيها وعندي كتير كده يعني. سكت وشكله ما كانش مقتنع الله يرحمه. منتظرين الفنان محمود حميدة في أعمال جديدة، خاصة وإنه راجع للسينما بقوة بأكتر من عمل جديد، منهم فيلم حرب كرموز ويونس.